كتير منكم بيعرف انه تركت امريكا بكير لانه عندي اول قربانة ولادي. هو نهار كتير مهم لقلون اثنيناتهم مع بعضهم، كوفيد حدا اجل صاروا اثنين مع بعض، وقلنا فرد مرة خلينا هالنهار يكون جمعة كتير حلوة عائلية للاصحاب، وخلينا نوقف كلنا مع بعض ونفرجيكم بلبنان واحد شو بيقدر يعمل. قررنا انه ما نعملها بالبيت، ما نعملها بمطعم، ما نعملها حد كنيسة، ونعملها عند رودي رحمة، صديق عزيز عنده دومين كتير حلو، عنده بيت، عنده أتوليه. ناس بتقول هل هو فنيو؟ لا، هو بيته، هو الأتوليه، هو محل ما الفن بيطلع والحوتات بتطلع. بس دايما بحكي مع رودي وبقول له حرام ما تعزم عليه ناس، ما واحد يقدر يستفيد منه، ما الناس تيجي تشوف وتضوي وتكون كتير حلو. فينا نجرب؟ قال لي أهلا وسهلا. يعني دومين رودي رحمي هو عجقة من حياتي نظمتها بقلب هالمطرح اللي عم بتشوفه حضرتك، وعم بيستقبل اليوم أول قربانة ولاده لخي أنطوني. بقى أنطوني هو اللي عزمنا مش أنا العازم، وإن شاء الله هالمطرح بيتغير بالبرشان يلي هو كله قداسي، البرشان يلي من غبرته عم تلبس تمثيل غير قيمة وغير فحوى من يلي كانت عليه. خيالاتنا دايما بتغير، شو حال إذا خيالات البرشان يلي هو مليان إيمان عم هيك عم بيغلف هالمنحوتات اليوم. وإن شاء الله هيك يا أنطوني الفرح ما يروح من حياتهم ولا من حياتك، والله يوفقك. إليسا شديا جنرال مانجر للفانيو هون. سو هيدا الفانيو هي اكسكلوزيف فانيو، بحيث عم نحول الميوزيم تبع رودي والورك بليس تبع رودي لفانيو كل العالم بتقدر من خلالها تفوت على عقل رودي وعمل رودي وشغل رودي. سو هيدا الاكسبيرينس يلي الكاستمرز بيعيشوها هون عنا ما بيقدروا يعيشوها بغير محل. الكاستمرز يلي بيختاروا هيدا الفانيو بيقدروا بيستمتعوا بكل المنحوتات حواليهم تبع رودي وبكل شغل رودي بمنحوتات رودي. وكمان بهيدا البليس عنا اندورز اند اوتدورز بليسز كمان للشتاء وللصيف. وجيد الحتي، أهلا وسهلا فيكم بدومين رودي رحمة. أنا هون شغلي أقدر ساعد براكتيكلي على الأرض كيف نحول هالأرت ميوزيم لفانيو. عملياً في بقلب الفانيو في سب فانيوز، في 4-5 لوكيشنز بقلب الفانيو، كان اندور أو أوتدور، بيقدر يستعمل لأوكيشنز إن كانوا بيرسونال أو كوربوريت. شركات بتعمل أني سيمينارز هير، حدا بده يحتفل بعيد ميلاده، والفكرة أنه it's a high end venue. هدفها تفوت العالم على هالارت ميوزيم يشوفوه أو يعيشوا الاكسبيرينس بطريقة ما بيقدروا يعيشوها غير محل. مشان هيك it's very unique place، بمحل هيستوريكال مثل نهر الكلب، ونحن جاهزين نستقبل العالم. Thank you. ياس سركيس صديق خي، نشتغل مع بعض نصلنا كتير زمان، وبيعمل من أهم أعراس لبنان اللي كل العالم حكي فيها، إن كان على ليبانيز ويدينجز، إن كان على إنستغرام، إن كان العرس العظيم اللي كان بالفورم بالأرز وين ما كان، ومش بس بلبنان وبيطلع برات لبنان. قلت له ياس بتعملنا هالإيفنت وعم بيعمل هذا الإيفنت مثل كأنه عرس كتير كبير، مع أنه كلهم يمكن 50 شخص. طاولة حلوة، ألوان، شمع، زينة رائعة رائعة. كل حدا فات وطلع وقال واو شو هيدا الشيء.
ياس سركيس من ترند ايفنتس او سي او فاوندر اوف ترند ايفنتس. اليوم نحن بالاتوليه تبع رودي رحمه عم نشوف بالباك جراوند ذا سيت اب لاول اربنت ولاده لانطوني. ليش نحن هون؟ ليش نحن مش بمحل تاني؟ ليش هيدا السيت اب؟ ليش كل شيء؟ سو بلشت الخبريه من شهر، كان عرفنا انه اول اربانه وعلى اساس كانت صغيره بما معناه انه 30 شخص عائله فاميلي وهالقصص كلها سوا. براف قلنا لهم لا، نحن التيم ما قبل بالمكتب، قررنا نجي ونعمل السيت اب هون. هلا السيت اب هون عن جديد نرجع بنقول ليش؟ لانه كان بدنا شيء اوت اوف ذا بوكس، بدنا لوكيشن كتير غريب، بدنا لوكيشن له معنى، مش انه فانيو رحنا جنينه وبيت وبلا بلا بلا، لا رحنا لاتليه فيه منحوتات كتير حلوه، فيه نوع من القداسه شوي. لانه ظهر وغدا عملناها اندور، ما عملناها اوتدور، مع انه لوكيشن اوتدور كتير حلو كمان، بس للشوب وللشمس ما قدرنا. زين بنرجع بنفوت هون هلا على على التيبل. التيبل غريبه، ايه اوت اوف ذا بوكس، ايه ما معودين نعمل شيء عادي، والكل بيعرف عنا هيدا الشيء. ولا مره عملنا سيت اب ان كان ب اي 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 نوع ايفنتس، ان كان صغير ولا كبير، هيوج ويدنجز مثل الكل بيشوفهم على البيج عنا، بنعمل على طول اوت اوف ذا بوكس ومنفكر ابعد من اللي بنشوفه. يعني ما رحت للزيتون ولا جيب سوفيل ولا بروجي انه خلص انه اول اربانه ثلاث شمعات، لا فتنا عمقنا كثير، اشتغلنا كثير على الكالر باليت. اوكي فيها برغندي، فيها تاتش اوف اورنج بيتش، فيها زيتون، فيها خضار طبيعه، فيها رسينات جزوعه. اشتغلنا على الارضي الشوكي كثير لانه هلا الموسم الارضي الشوكي، اشتغلنا على الشموع، نقينا تماثيل ومنحوتات من عند استاذ رودي حطيناهم وزدناهم بالسيت اب. اشتغلنا على الرمان، بنعرف انه الرمان هو الحياه الجديده، هو يعني اشتغلنا على ايتمز مش انه زيتونه، مش انه حبه زيتونه، وتشز مستعملين الزيتون، مستعملين الجرينري، طريقه الفلاورز اللي محطوطه، طريقه سيت اب وطن الخضار، ما فيه خضار، كل خضار عم تشوفوه نحن مفوتينه، شجر نحن كلها جايبينه، اشتغلنا عليها على الاد، وين بدها تنحط، كيف بدها تنحط، بكونتراست الضوء، بيحسوا حالهم هيك بانشانتد جاردن، الاولاد فايتين مبسوطين بهيدا الايفنت. بدكم تعملوا عرس، بدكم تعملوا هيك ايفنت، ما لكم الا ترند ايفنتس، لك كيف طلعت على القد، ما كنت قاصد، بس ما لكم الا ترند ايفنتس. لانه عن جد انا بشكر كل التيم اللي معي بالمكتب، بشكر الكل اللي عم يوقفوا حدنا، السبلايز اللي بنشتغل معهم. ترند ايفنتس بتشتغل للبنان ولبرات لبنان، بتشتغل ديستنيشن بروجكتس، لكل حدا عباله يتصل فينا في هذا الرقم لا ترند ايفنتس 00961316501 رح اقوله بالانجلش 00961316501. برجع بقول لكم في انستغرام، في فيسبوك بيج، اكيد بتشوفوا كمان كل الكونتاكتس، الايميلز، كل القصص اللي عايزينها اكثر عن ترند ايفنتس. وثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو اجين. بعدين كفينا جوزيف. جوزيف بطل، من بعد شغل كتير طويل بقطر قرر بترك كل شيء وبرجع على لبنان. ترك كل شيء، عنده مرته وعائلته، ترك كل شيء رجع على لبنان. وقلت له انا حدك، نحن كلنا حدك، بده يفتح شركه كيترينج، بده يبلش، ليش ما منبلش سوا؟ ليش ما منطعم الناس اكلاتك؟ ليش ما منعرف الناس على انت شو بتعمل؟ اليوم جوزيف عامل الكيترينج والناس كلها عم تطلع على بعضها عم تقول شو هالاكل العظيم. كل ما ابرم على الطاولات دقت الاكل افشو طيب، مش معقول، شيء كتير مهم. جوزيف منصور، صار لي أكثر من 15 سنة بالدومين. جيت على لبنان وقررت أفتح شركة كيترينج اسمها أوكرا. بحبها كتير من زمان، الحلم براسي وهلأ تحقق. أوكرا كيترينج هي شركة مثل كل الكيترينج بلبنان، بس نحن متميز شوي صغيرة بالبرزنتيشن وبالطعم الطيبة. نحن نعمل كل الإيفنتس، نعمل بيرثدي، نعمل ويدينجز، نعمل خطبة، أي شيء أنتوا بتطلبوه منا. اليوم عملت بفيه شوي هيك
بتلبق مع البرزنتيشن اللي احنا موجودين فيها. استعملت الارتي شو واستعملت الجرينز كتير، وفي عنا كمان بالمين ديش عملنا تشيكن بورتوبيلو مع مشروم، عملنا البايلا. اللي بده يتواصل معنا على 816266668 انستغرام اكاونت okracatering.lb. وكمان ما بدنا ننسى الزهور، ما بدنا ننسى الديكور، ما بدنا ننسى الطاولة، الخشب، الاستنسلز وكل الاشياء اللي صارت اليوم. اليوم هي اول بنت الاولاد، مرحله كثير مهمه بحياتهم وبحياتنا. نالو انا عم نستقبل اصحابنا، العائله والناس القراب عنا، وكلنا سوا بنجرب نعطي امل ونفرج انه مكفيين. ويلا هالصيفيه كلنا ناطرينكم تتعملوا ايفنتاتكم بلبنان. Hi, I'm Wael from Double Shake. Double Shake is a catering consultancy and bar management company. We believe in mixology and we are all experts in our field. We have our on our social media platform, we have our own page, it's called Double Shake. We are in Lebanon, Dubai and Egypt. You can contact us on our number in Lebanon, which is 71-136-036. And of course, you can contact us for Dubai and for Egypt on the numbers we have them on our platform on Instagram. We also have our own cocktails, pre-batched cocktails for all the taste of the people. So we have some for the sweet lovers, some for the sour lovers, some for the classical drinkers. And you can find us, find all of our cocktails at the supermarkets. And we also have our online platform, which you can find very good prices for all kinds of alcohol plus our own products. سمعنا من الكل انه الاكل كتير كتير شكله كل ما انحق خبريون. ايه كنت شو سمعتي؟ فيك تترك لي شقفة دجاجة؟ لا كنتي طيب عم كنت اباكد انه طيب. طيب بدوق البيري بس عالو كلهم الاكل كتير 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 طيب. يا جوزيف برافو عن جد مرسي وقالي هني وقالي قوي بالنيو فنتشرز عن جد ترك الدنيا اجا من قطر تيرجع لهم غريب. لا لا قديش بتنبسط انه حدا يعمل هيك، قديش نحن لازم نشجع بعضنا تنرجع احلى بلد العالم. ايه مزبوط. جينا اليوم نحتفل عند رودي رحمه يلي عنده محل بيطير العقل، هو الاتوليه تبعه، فيكم تحاولوه تعملوا منه اللي بدكم اياه. عم نحتفل باول قربانه تبع لانيا وايفن ولادنا، وكل العالم اللي معنا اليوم اشتغلوا هيك ايد بايد تيعملوا هالنهار من احلى ايامات. عندنا الاكل من عند اوكرا كيترينج، عندنا كل الاغراض بين الكاتلري، صحون، لمعالق التوليت، الكراسي من عند جاد حوراني، عندنا الهوستسز من عند سيلكت ايجنسي، عندنا البار بحضروا لي هلا كاس غير شكل من عند دبل شيك، يلي نظم الايفنمون كله صاحبنا اللي كلكم صرتوا تعرفوا لي السركيس، يلي عنده شركه ترند ايفنتس، عمل يعني اخذ اوريدي هي كانت لك بيس اوف ارت المحل وحوله بغرض رودي بالارت تبع رودي لشيء بيطير العقل.
في عنا كمان الزهور، كل التاولة اللي شايفينها والغراض اللي بيبرموا حوالي الارت تبع رودي هن معمولين من جلاديولي كمان. الشوكولات والقربان اللي موجودين على كل صحن من شوكولات اند سانشاين رولا اللي هي كتير يعني عزيزة على قلبنا أنتوني وأنا كتير. فهول هن هيك نهار يعني استفدنا من الأول قربانة تنجمع كل أصحابنا سوا. أهم شيء تعرفوا إنه كل الأمبيانس اللي انخلقت جوا هالأتموسفير تبع هيك مثل كأنه جوا جاردن عملت من مارك بيروتي من نيتشر الشجر عبولنا ياهم واشتغلوا معنا عليهم. So it was هيك مثل شو بيقولوا تشالي أون توب.